وهي الكزبره تفضل. هي بتروح بتزرع عندكم بحديقه بيتكم، نحن ما بنحط كزبره على الملوخيه. بدك تاكل ملوخيه على طريقتي، انا اللي عم بطبخ ولا انت؟ في شغله جنب الملوخيه، اذا ما انا عملت الملوخيه عن جد ما لها طعمه. مثل الزعتر بدون زيت بيتاكل؟ بيتاكل؟ انا بتاكل زعتر بدون زيت؟ يعني الزعتر الحلبي؟ انا بصراحه بحب الزعتر مع اللبن المصفى، بمسك لبن مصفى اللبنه وبغطسها بالزعتر وباكلها. خلص معناتها مثل ما قلت انت بتاكل زول. لك لا رواح الحكمه اساسا. بتعرف شو علمتنا الغربه؟ شو علمت؟ كل كاسه رز بدها كاستين مي، وايضا الابيض ما بينغسل مع الملون. الملوخيه اذا ما كان في جنبها رز بشعيريه هيك فوق رشه بهار اسود او فلفل وجنبها هيك شويه خضار حشاش، خضار حشاش ما حدا بيقرب عليهم، هن منظر بس. نحن بنعمل سلطه جنب الملوخيه. جد؟ ايه. شو بتاكلوا هذا الشيء ما بيعملوا العالم كلهم؟ حدا بيعمل سلطه جنب الملوخيه يا شباب؟ هي كله لا سلطه جنب الملوخيه؟ لبن مع الملوخيه؟ عنب حلب ممنوع، عنب حلب ممنوع، عنب اخونا من جلو من حلب.